هدفنا الثاني من درس اليوم هو أن أحل التدريب الموجود في الصفحة 18. بدي أقوم هلأ أنا وياكم بحل التدريب الموجود في الصفحة 18. يقول التدريب حل النهايتين التاليتين، خلوكم معي جميعا، سوف أقوم بحل هاتين النهايتين. نهاية 1 زائد كوساين إكس على إكس مربع لما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية. النهاية تعويض، بنعوض مع بعض. 1 زائد كوساين شو اللانهاية؟ لا تكمل، مباشرة نروح على الإحاضة. حصلت على نهاية جوات الكوساين، إذن بالتعويض نحصل على كوساين لانهاية، وبالتالي نطبق مباهنة الإحاطة. لدي بنطلق من الكوساين، كوساين إكس محصور بين الناقص واحد والواحد، أيا كانت إكس تنتمي إلى آر فرق الصفر. أشو الغاية من آر فرق الصفر؟ الغاية من آر فرق الصفر أنه هون استثنيت الصفر من هذا المقام، ولنبني جسم الدالي في الوسط. طلابنا الدالي تبعته هي اف اكس التي تساوي 1 زائد كوساين اكس على اكس مربع. لغايه الساعه انا ما بنيت غير الكوساين. اول شغله بدي اعملها بدي اعمل له مقام، معناته نقسم على اكس مربع، والاكس مربع احنا ضمنا انه موجب، معناته نقول نقسم الاطراف على اكس مربع اللي هي موجبي. شوفوا طلاب، ناقص 1 على اكس مربع، اشاره التراجح لن تتغير، أصغر أو تساوي كوساين إكس على إكس مربع، أصغر أو تساوي 1 على إكس مربع. ظل علي إيش أسوي؟ إجمع 1، نجمع الأطراف لعدد 1، بيصير مع طلابنا ناقص 1 على إكس مربع زائد 1. في ناس بتقول 1 ناقص 1 على إكس مربع، نفس الشيء جمع عملية تبديلية، أصغر أو تساوي كوساين إكس على إكس مربع، أصغر أو تساوي 1 على إكس مربع زائد 1. مثل ما كنتم شايفين جميعا، هلق طبعا هو في عندي زائد 1. صح؟ اللي جمعت الواحد هاي ميني هاي؟ هاي اف اكس في الوسط، يعني عمليا صار عندي طلاب اف اكس اكبر او تساوي ناقص 1 على اكس مربع زائد 1، اصغر او تساوي 1 على اكس مربع زائد 1. انحصرت معي الدالة، خلوني انا وياكم ناخذ نهايات الاطراف. اقول نهاية، خلونا انا هون نهاية 1 على اكس مربع زائد 1 لما اكس تسعى، شوف لي الاكس وين رايحها، هو للزائد لانهايه، ما تاخذ عند الزائد لانهايه، والتي تساوي عدد على نهايه 0. بعوض زائد 1 0 زائد 1 والتي تساوي الواحد. و خلوني اخذ الصغير، نهايه ناقص 1 على اكس مربع زائد 1 لما اكس تسعى للزائد لانهايه، عدد على نهايه 0 زائد 1 1. شوف كيف انه الدالة الصغرى سعت للواحد والدالة الكبرى سعت للواحد، معناته استطيع القول حسب مبرهنة الإحاطة نجد ان نهاية 1 زائد كوساين اكس على اكس مربع لما اكس تسعى الى الزائد لا نهاية ايضا يساوي الواحد. حسب مبرهنة الإحاطة نجد ان الدالة الكبرى سعت للواحد والصغرى سعت للواحد، فبحسب مبرهنة الإحاطة اجد ان نهاية 1 زائد كوساين اكس على اكس مربع لما إكس تسعى إلى زائد لا نهاية يساوي الواحد. هاي هي آلية عملنا في الإحاطة. معيار تطبيق مبرهنة الإحاطة هو الحصول على لا نهاية داخل الصين أو الكوساين بعد التعويض. السؤال النهاية الثاني، نهاية الجذر الثالث للإكس بصين 1 على الجذر الثالث للإكس لما إكس كمان تسعى للصفر. خلونا مع بعض نعوض، الجذر الثالث للصفر هو صفر، بصين 1 على الجذر الثالث للصفر، 1 على صفر لا نهاية، حصلت على نهاية داخل الصين. بالتعويض نحصل على صين اللانهاية، معناته بدي أطبق مبرهنة الإحاطة. طلاب بدي أنطلق من صين 1 على الجذر الثالث للإكس محصورة بين الناقص 1 والواحد. لتنبنى معي الدالة أشو بيلزم لي؟ بيلزم لي أضرب بالجذر الثالث للإكس، نضرب بالجذر الثالث للإكس، ولكن عندي بدي أضرب بمقدار، اتفقنا أن المتراجحات حساسات من ناحية الضرب، هذا المقدار طمنان وموجب. أنت شيء أنا متوهل كنت عم أضرب إكس مربع، إكس مربع المربع دائما موجب، وين من راحت إكس تروح؟ بينما هذا الجذر الثالث طلابنا هون اكس لوين رايحه؟ اكس رايحه على الصفر،
على مفترق الطرق بين الموجب والسالب. وقلنا بالحال العامي لما X تسعى إلى نقطة فيها تسعى من الجهتين من اليمين ومن اليسار. الجذر الثالث للموجب موجب، الجذر الثالث للثماني 8، بينما الجذر الثالث للسالب، الجذر الثالث للناقص 8 هو ناقص 2، الجذر الثالث للموجب موجب، والجذر الثالث للسالب هو سالب. معناته هون عند اللي بدي أضرب بالجذر الثالث للإكس أنا ماني ضمنان الجذر الثالث للإكس يكون موجب، لأنه إكس ريحة على مفترق الطرق ما بين الموجب والسالب. مشان أضرب بالجذر الثالث للإكس أنا هون مضطر أني ميز حالتين. إذن نضرب بالجذر الثالث للإكس، هنا نميز حالتين. الحالة الأولى الطلاب لما إكس أكبر من الصفر، لما إكس أكبر من الصفر معناته الجذر الثالث للإكس موجب، معناته هون نضرب بدون ما تتغير الإشارات، إشارات التراجح. ناقص واحد بالجذر الثالث هو ناقص الجذر الثالث للإكس، أصغر أو يساوي الجذر الثالث للإكس بصاين الواحد على الجذر الثالث للإكس، أصغر أو تساوي الجذر الثالث للإكس. شوف كيف هلق أنه الدالة انحصرت بين ناقص الجذر الثالث للإكس وما بين الجذر الثالث للإكس. هلق بناخذ نهايات الأطراف، بس بدنا ناخذ نهاية لما إكس تسعى إلى الصفر بقيم أصغر، بقيم أكبر عفوا، يعني النهاية إكس أكبر من صفر. لدينا نهاية الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر تساوي صفر، ونهاية ناقص الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر تساوي صفر. وبحسب مبرهنة الإحاطة نجد أن نهاية الجذر الثالث للإكس بصاين واحد على الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر يساوي صفر. نهاية الجذر الثالث للإكس بصاين الواحد على الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر قديش؟ صفر. أنا هون حسبت النهاية من اليمين، خلوني أحسبها من اليسار لأشوف إيش بيطلع معي. من اليسار لما إكس أصغر من الصفر هون سالب، بينما هون موجب. لما إكس تسعى إلى الصفر بقيم أصغر، يعني إكس أصغر من الصفر، الجذر الثالث للإكس شو بدي يكون؟ سالب. عندي بدي أضرب فيه بها تنقلب الإشارات. خليني أشوف في الشريحة التالية. لما إكس أصغر من الصفر، لاحظوا الطلاب كان عندي صاين واحد على الجذر الثالث للإكس محصورة بين الناقص واحد والواحد. هلق لما إكس أصغر من الصفر معناته الجذر الثالث للإكس سالب، بدي أضرب فيه مباشرة إشارات التراجح قلبه، كانت أكبر أو يساوي صارت أصغر أو يساوي، كانت أكبر أو يساوي صارت أصغر أو يساوي. ناقص الجذر الثالث للإكس، أكبر أو يساوي الجذر الثالث للإكس بصاين واحد على الجذر الثالث للإكس، أكبر أو يساوي الجذر الثالث للإكس. هلق بنأخذ النهايات بقيم أصغر. انبنت معي الدالة، انظر لدينا نهاية الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أصغر تساوي صفر، ونهاية ناقص الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أصغر، هذا الطرف الصغير أيضا صفر. فبحسب مبرهنة الإحاطة نهاية الجذر الثالث للإكس بصاين واحد على الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أصغر يساوي الصفر. النهاية بقيم أصغر صفر، والنهاية بقيم أكبر صفر. هذا الحكي شو بيعني؟ إنه النهاية تساوي صفر، نهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار، وبالتالي نهاية الجذر الثالث للإكس بصاين واحد على الجذر الثالث للإكس لما إكس تسعى إلى صفر يساوي الصفر. طلابنا مين اللي عمل هاللبكة هاي وخلى الأمور تتشعب لمرحلتين أو حالتين وكذا؟ الشيء اللي خلانا نحل على حالتين طلاب إنه إكس عم تسعى إلى صفر وأنا بدي أضرب بمقدار اسمه الجذر الثالث. لو اني بدي اضرب لإكس مربع بضرب فيها وما بميز شيء لانه الإكس مربع موجب، بينما هون عندي إكس بها تسعى على الصفر بها تسعى من الجهتين بالموجب والسالب، وعند بدي اضرب بهالمقدار هذا المقدار بيتحمل قيم موجبي وبيتحمل قيم سالبي. هذا الشيء اللي خلاني انه اقول انه عندي بدي اضرب بالجذر الثالث للإكس بدي اميز حالتين، لما يكون موجب ولما يكون سالب. الان طلاب نصل إلى التقييم. رح أعرض عليكم السؤال التالي وفق التقييم: متى تنقلب إشارة التراجح عند بناء جسم الدالي أثناء تطبيق مبرهنة الإحاطة؟ إيمتى بتنقلب إشارة التراجح
عند اللي بنبني جسم الدالي لحنا وعم نطبق مبرهنة الإحاطة. أريد الجواب طلاب. نعم نجيب. نجيب جميل، تفضل نجيب. إيه متى بتنقلب إشارة التراجح؟ لما بنقسم أو نضرب بسالب. أحسنت. إذا عندما نضرب أو نقسم على مقدار سالب، إذا طلاب تنقلب إشارة التراجح عند اللي أنا بضرب مقدار سالب أو قسم على مقدار سالب. الآن طلاب وصلنا إلى التقييم النهائي لدرسنا اليوم. إذا أنا قلت لك حل النهاية التالي، نهاية x مربع على 2 زائد كوساين 1 على x لما x تسعى إلى الصفر. أنا وياكم بدنا نقوم بالحل. طبعا أول شيء بدنا نعوض. إشان نعوض راح أسأل عبد الرحيم عبد الحميد. تفضل عبد الرحيم معك الميكروفون. بنعوض أنا وياك يا عبد الرحيم. يلا يا عبد الرحيم. السلام عليكم. صفر للتربية. السلام ورحمة الله. صفر. نعم على 2 زائد يلا عبد الرحيم. كوساين. لا نهائي. لا نهائي. ممتاز. عبد الرحيم أنا حصلت على كوساين اللانهائي. إيش بدي أسوي؟ استخدم الإحاطة. تماما. نطبق الإحاطة. يلا يا عبد الرحيم أنا وياك. بدنا ننطلق من مين يا عبد الرحيم؟ من كوساين واحد على إكس. ممتاز عبد الرحيم. كوساين واحد على إكس محصورة بين مين ومين؟ بين أصغر أو تساوي الواحد أكبر أو تساوي ناقص واحد. أكبر أو يساوي ناقص واحد، أصغر أو يساوي الواحد. يلا يا عبد الرحيم. أو طبعا كهوين الدالة، هاي اللي بدي أبنيها أنا وياك. بعدين شو بسوي؟ نضرب بإكس مربع. يا عبد الرحيم خلينا أول شيء نخلص بالمقام. خلينا نبني المقام. تماما. أحسنت. نجمع 2 مشان نبني المقام. بيصير معنا طلاب ناقص 1 زائد 2 1 أصغر أو تساوي 2 زائد كوساين 1 على إكس أصغر أو تساوي 1 زائد 2 3. بعدين يا عبد الرحيم شو بدي أعمل؟ نضرب بإكس مربع. نضرب؟ نقسم. نقسم أستاذ نقسم. تماما. بعد ما نقسم بنقلب. صح؟ تماما. أحسنت عبد الرحيم. هلق هذا يؤدي نقسم على إكس مربع. شوفوا طلاب عبد الرحيم شلون تفنن لنا بالحل. شيء جميل كتير يا عبد الرحيم. 1 على إكس مربع طبعا وأنا ضمنانه موجب. شوفوا عيني أنا هون مو عم بضرب بإكس مربع ضمنانه موجب. 1 على إكس مربع أصغر أو تساوي 2 زائد كوساين 1 على إكس على إكس مربع أصغر أو تساوي 3 على إكس مربع. إيه عبد الرحيم أنت مين بنيت؟ أنت بنيت مقلوب الدالة. شلون بتحصل على الدالة يا عبد الرحيم؟ إيه عبد الرحيم أنا عم بسمعك. أنا بدي إكس مربع على 2 زائد كوساين 1 على إكس. أنا حصلت على 2 زائد كوساين 1 على إكس على إكس مربع. نقلب الدالة أستاذ. أحسنت. نقلب أطراف التراجح فتنقلب الإشارات. تنقلب الإشارات. لا. الإشارات ليش؟ عندي بدي أقلب الأطراف المتراجحة فتنقلب الإشارات. يعني هلا إذا قلت لك 2 أصغر من 3 أقليب بيصير عندك هون نص وهون ثلث، بصفي النص أكبر من ثلث. هيك بدك تحسب أمورك. معناته قلبه النصاني صار عندك إكس مربع على 2 زائد كوساين 1 على إكس. عبد الرحيم أشو مقلوب الواحد على إكس مربع؟ إكس مربع. إكس مربع. أحسنت. مقلوب 3 على إكس مربع؟ إكس مربع 3. ممتاز. هلق بنأخذ نهايات الأطراف. لدينا يلا عبد الرحيم نهاية الصغير. نهاية إكس مربع. لما إكس لوين بتروح؟ الصفر بقيم أكبر. لا للصفر وبس. ما عندي أكبر وأصغر. أنا بضرب مقدار موجب لأني لما إكس تسعى على الصفر. عوض عبد الرحيم نهاية إكس مربع لما إكس تسعى على الصفر.
صفر. ممتاز. ونهاية إكس مربع على 3 لما إكس تسعى إلى الصفر قديش؟ صفر. أحسنت. حسب الإحاطة قد نهاية إف إكس أو نهاية إكس مربع 2 زائد كوساين 1 على إكس؟ تساوي صفر. أحسنت. إذن شكراً كثير يا عبد الرحيم. إذن طلاب كما رأيتم جميعاً كيف أنه زميلنا عبد الرحيم الله يطول العافية كيف أنه حللنا هالنهاية هاي، عوض حصل على نهاية جوات الكوساين، بنى الدال ينطلق من الكوساين، جمع 2، قسم على إكس مربع، بعدين قلب أطراف التراجح وقلب الإشارات معه وأخى نهايات الأطراف. بهذا نصل إلى نهاية الدرس، ولكن أريد منكم الواجب التالي. الواجب هو نهاية إكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة بكوساين مربع 1 على إكس ناقص 2. كمان بدي إياكم تحلوا لي هاي النهاية، نهاية إكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة بكوساين مربع 1 على إكس ناقص 2 لما إكس تسعى إلى 2. وفي الختام أقول بهذا نكون قد تعرفنا على مبرهنة الإحاطة، ومتى وكيف نطبق هذه المبرهنة، وكيف نقوم ببناء الدالة.